اللهم صل على محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ولما كانت بيعة العقبة الثانية خرج مصعب بن عمير إلى الحج مع الأنصار، وقد تفقه أهل المدينة في الدين، وخرج معهم البراء بن معرور سيدهم. اشتاقت نفسي لرؤية رسول الله. وأنا أيضا. سنواحد رسول الله في العقبة يا سيدنا البراء بن معرور. علينا أن نتسلل بسرية مستخفين حتى نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إسلام is the religion of peace and forgiveness, not killing and violence. L'islam est la religion de la paix et de la tolérance, et non du meurtre et de la violence. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma a'inni. اللهم أعني. هل سمعت ما حدث من تحالف الخزرج مع محمد؟ لا تنطق هذا الاسم أمامي يا خزام. محمد عدو، عدوي. لقد انتشر دينه، كاد يقضي على عبادة الأصنام في جزيرة العرب.
لن يدخل إلى قبيلتنا ولا بيوتنا مهما كان الثمن. نحن أهل قريش شعرا وبلاغة، من يجارينا في شعرنا؟ نحن أهل كنانة، أفضل من يقول شعرا. هكذا فلنحتكم إذن إلى المارة في شعرنا. أوافقك. هيا هيا اسمعوا اسمعوا يا سادة، اسمعوا اسمعوا. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت: سباك الله، إنك فاضحي، ألست ترى الصمار والناس أحوالي؟ فقلت: يمين الله أبرح قاعدا، وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي. حلفت لها بالله حلفة فاجر، لنام فما من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحته، صرت بغصن ذي شماريخ ميالي. الله 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 الله، أحسنت والله، هذا هو الشعر. اسمعوني إذن، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. الله 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 الله، أحسنت والله، هذا هو الشعر. وتسلل الأنصار إلى شعاب العقبة مستخفين، واجتمعوا في الشعاب في انتظار قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 73 رجلاً وامرأتان، هما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت. أخشى على رسول الله من أهلي، فلقد آذوه فأكثروا إذاءه وترويعه. ها هو رسول الله قادم. من هذا الذي معه؟ ووصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس. وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه حب أن يساند ابن أخيه. قال العباس: يا معشر الأنصار، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده. واستوثق العباس من مناعة الأنصار لابن أخيه وتحالفهم معه. ثم تحدث رسول الله فتلى القرآن ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. نعم، والذي بعثك بالحق نبيا، لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا، فبايعنا يا رسول الله. فلا
نحن والله أبناء الحروب وأهل السلاح كله. على أي شيء بايعهم رسول الله يا مصعب؟ على السمع والطاعة والنفقة في العسر واليسر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة النبي إذا قدم إليهم وألا تأخذهم في الله لومة لائم. فقاموا إليه رجلا رجلا فأخذ النبي عليهم البيعة، ولكن حدثت المفاجأة كما سمعنا يا بلال. وقد علم أحد الشياطين بما يجري من معاهدة بين النبي وأهل يثرب، فنادى في القوم: يا أهل قريش، هل لكم في محمد والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى حالهم. جرأ محمد علينا لهذه الدرجة؟ يتعاهد ويتحالف مع أكابر يثرب علينا، كادوا أن يرفعوا السيوف والرماح في وجوهنا من أجل محمد. هيا بنا إليهم. يا أكابر الخزرج، بلغنا أنكم تحالفتم مع محمد ضدنا. ماذا تقول يا أبا الحكم؟ لم يحدث هذا. بل حدثت معاهدة بينكم وبينه وبايعتموه. لا نريد حربا بيننا وبينكم يا ابن سليم. هذا باطل، وما كان هذا ليحدث من قومي حتى يؤمرونني. نعتذر إليك يا عبد الله بن سلول. هيا 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 لنشرب ونمرح. هيا. ما زال محمد يعتقد أنه سينتصر. لا أدري كيف أعتق أبوك أبو لهب جاريته يوم ميلاد محمد. إنما فعلته بمحمد لن ينساه العرب. بل لن ينساه محمد ولا أصحابه. Thank you.
ماذا يفعل عتيبة؟ وإلى أين هو ذاهب؟ يا محمد، أنا أكفر بالنجم الذي هوى وبالذي دنا فتدلى. طرب من النبي صلى الله عليه وسلم وشق قميصه وتفل في وجهه، إلا أن البزاق لم يقع عليه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. إني أخاف دعوة محمد. فأحاط به أصحابه ليحرسوه، فجاء الأسد وانتزعه من بينهم وذهب. بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية، أذن النبي للمسلمين بالهجرة. وبعد بيعة هذه العقبة الثانية، أذن للرسول بالقتال والانتصار ممن ظلموه وظلموا أصحابه. لقد أحل الله للنبي ولأصحابه الدفاع عن أنفسهم ممن اعتدى عليهم. ومن القصص النبوي: لقد اقترب أجلي ولم أطع الله في حياتي، فإذا مت فأوقدوا نارا وأحرقوني. ماذا تقول يا أبي؟ وألقوني في ريح عاصف حتى تتطاير أشلائي. ولماذا تأمرنا بذلك يا أبي؟ لأني عصيت الله وما أطعت ونصحت وما سمعت. لماذا أمرتنا بهذا يا أبي؟ وربنا رحمته وسعت كل شيء. فأمر الله عز وجل بأن تجمع ذراته، وأمرها أن تكون ذلك الرجل. فقال له تعالى: ما الذي جعلك تفعل هذا؟ فقال الرجل: من خشيتك يا رب. فغفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم.
قاتلنا طول هو النجاة، يحمينا من موج الحياة للي يضل وقلبه تاه، سنة وكتاب معينا. قاتلنا طول هو النجاة، يحمينا من موج الحياة للي يضل وقلبه تاه، سنة وكتاب معينا. وصلت رسالتك يا نبي، يا نبي. الله 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 يا رسول الله. الله 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 يا حبيب الله. الله 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 يا رسول الله. الله 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 يا حبيب الله. سيرتك راحتنا المختوم غالي، وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك راحتنا المختوم غالي، وحبك ملينا